يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف حالك؟ طيبة. شلونك؟ خير. مبسوطة؟ تطبخين مع ماما برمضان؟ يعني ولا بس تشيكين على المطبخ؟ إيه؟ وش تطبخين؟ أطبخ مكرونة. حلو، ما شاء الله، يا سلام. والله بالبشاميل ولا عادية؟ بشاميل. حلو. طيب بسألك سؤال، إذا جاوبتي علي مبروك لك. طيب. حلو. السؤال يقول، امسك المايك شوي عشان أعلمك، بس قربي لمك. هذا وش اسمك أنت؟ نسيت أخذ اسمك. أنا إذا شفت يعني إنسان لطيف أنسى. وش اسمك؟ جواهر. ونعم يا جواهر، ما شاء الله، الله يحفظك. السؤال يقول يا جواهر، هذا بيتكم وهذا بيت جيرانكم، بينهن جدار. قانونيا يا جواهر، قانونيا جاديك وبعض فوق الجدار، البيضة لكم ولا لجيرانكم؟ فوق الجدار. فوق الجدار. ايه ناظريني انا، ركزي معي. قانونيا البيضة لكم ولا للجيران، ولا تسلقونها وتقطعونها جميع حقة الديك هذا؟ يعني اذا كانت قريبة من بيتنا ناخذها. ناظرين. لا الغي الجواب كذا. وشو لهم ولا لكم؟ لهم. لهم، نعطيهم البيضة. خلاص مبروك عليهم. اديكم البيض. علمتك امك؟ لا. ولا خالتك؟ امك. ديك ما بيض عشان معلموك والله، ولا ترى انا مربي حبيب بالمسابقات، مربي حبيب ابد. لكن مبروك يا جواهر، نورتينا. تعالي قولي لهم بارك عليكم الشهر. بارك عليك الشهر. شكرا لك يا حلوه، شكرا لك، ما قصرتي. من جواهر ننتقل واياكم في صد ورد. علمتها همه والله، ولا اقدر ارد الامهات انا يا جماعه. خلينا نشوف ضيف اخر.